السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى الف خير. اليوم ان شاء الله راح نديروا مع بعضنا غراتا كريات سوفلور محشوه بالجبن. هاد الغراتين يجي روعه، نديروه بالبيشاميل واكيد راح يعجب الاولاد نتاعكم، وسهل وصحي كما بكم. السوفلور فيه فوائد عديده. اذا قبل ما نبدا في الوصفه تاعنا، اذا كنتم اول مره تشوفوا القناه، ما عليكم غير تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش تصلكم من الوصفات الجديده والمتنوعه ان شاء الله. اذا واش نحتاجوا؟ اول حاجه كما راكم تشوفوا هنا، جبت واحد تشوفلوغ كما نقولوا، راه تشوفلوغ حجم كبير. اذا حبيتوا نتوما ديروا الحجم عائلي على قد يعني ما يكفيكم، وما يعني البلاطو تاعكم تاع الكغاطه يتعمر. هنايا قطعته ونظفته، الان راح ندير فيه الماء، نحط فيه الماء ونملحو ونحطو يغلى حتى يطيب. طاب السوفلور، هنايا راح نجيبو سربيدة تكون نظيفة، نحطو فيها بعض الحبات من السوفلور وهي سخونة، يعني حاولوا قدر المستطاع، لأنو كتكون سخونة راح تجيكم سهلة العملية. وراح نشفو يعني نعصرو هذاك السوفلور تاعنا من الماء، يعني ضغطو ماكسيموم، لازم ما يبقاش يهبط الماء. هنا نستعين بليكون تاع السيليكون، هكا نضغطو مليح حتى ينشف من الماء. هو راح ينشف من الماء، في نفس الوقت راح يترحى. هكا هنايا بعد ما نفتحوها تولهو راح يكون سخون. هاوريكم هنايا بعد ما نفتحوها كيما راكم تشوفوا، راح نحطوها في غزافية هكا، ومن بعد نكملوا الكميه اللي بقات بنفس الطريقه. بعد ما كملت عصرته من الماء مليح، حطيت شويه تاع فلفل اسود باسك فيه الملح، وراح نزيد ندير الفرماج، معناها مش راح نزيد ندير الملح، وحطيت كميه من المعدنوس المقطع. الان نزيد نهرس هكا شويه شويه مع المعدنوس. جبت تمول دهنته بالزبده وهنايا ها هو السوفلور تاعي بعد ما درته مع المعدنوس. وهنا عندي الفرماج، واش نبداو نديرو؟ هنا نستعملو اي نوع من الفرماج، انا استعملت هذا شيزي بزاف بنين. نحل الفرماج تاعي نوجدها، ناخدو كميه من السوفلور نديرها بيدي هكا غير بالعقل، ندير فتحه هكا في الوسط وندير فيها شويه تاع الجبن. ونغلق عليه ونحاول نشكل هكا كريه بيدي. ونحطها ونفس الطريقه ندير كامل الكميه تاع السوفلور. كملت كامل الكريات. هنايا درت صوص طوماط، يعني صوص طوماط عاديه، حبه تاع طماطم مع ثوم ميكسيتها، ملح وفلفل اسود وشويه سكر باش تنحي هذيك الحموضه. الان كما راكم تشوفوا راح نحطها كبكا فين فوق الكريات تاعي، ونروح نخدم بيشاميل كابين ابن فقط باش ما تجيش معمره طماطم. اذا نروح نخدم لا بيشاميل تاعي ونرجع لكم. لا بيشاميل تاعنا
هكذا. انا راح نجيب الجبن المبشور، انتما ديروا اي نوع عندكم، شيدار او اي نوع. اذا هنا نزيد الجبن، هنا فقط ضروري في هذه الوصفة انكم شوفلور تعصروه مليح من الماء باه يتلم لكم. تقدروا تفوروه تاني راح يجي احسن، لانه راح يحافظ على القيمة الغذائية تاعو احسن من انه يتغلى. ليكم بعد ما درتلو الفرماج، الان راح ندخلو للفور يطيب، يعني جست ما تندمج بك المكونات مع بعضها. لاصوص طوماط راهي طايبه ديجا، نسيت ما قلت لكمش بكري بلي راهي طايبه، جست يدوب لو فرماج ويعني يعطينا شكل مليح للوجه تاع الكغاتان تاعنا، ونعاود نرجع لكم. ها هو الكغاتان تاعي بعد ما طاب بزاف بزاف، يعني اقتصادي وبنين. انا فقط هكا نحي لكم غير شوي باش تشوفوه يجي بزاف بنين. لا بسم الله، لا عفوا، حاولك اذا بعد ما قصيت منه نتوما كي تهزوه حاولوا يعني تحافظوا على الكريات، والله يجي روعة، اضافة انه يعني اقتصادي وصحي. اذا هذه هي وصفة اليوم، اذا نالت اعجابكم عليكم غير ديروا لي جيم في لا فيديو وتشتركوا في قناتي باه يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وراح نخلي لكم رابط الفيسبوك المجموعة والصفحة في صندوق الوصف باش تلتحقوا بيا وتبروا لي تطبيقاتكم إن شاء الله. إذا نلتقي في وصفة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.